بالنسبة لإلي رابعة، يعني كل اللي عم نسمعه أنا بدي حييكي على قوتك وضلك قوية كرمال ولادك وكرمالك، وإن شاء الله هالدولة تصير شي مرة قوية. بنسمع كل واحد أخذ القوة وحاططها شعار، بس إن شاء الله شي نهار يكونوا بيستحقوك إنك تكوني مواطنة بهيدي المزرعة تنصير دولة. رابعة، نحن تابعنا ملف الدواء من زمان، من أول ما بلشنا صحافة استقصائية بالتلفزيون الجديد. كنت مرة رحت، كنت بعدني اشتغل أندر كوفر ريبورتر، يعني المحقق السري إذا بدك، أو الصحافي المتخفي إلى آخره. رحت صورت الساعة 5:30 الصبح بالكارنتينا قبل هذه الأزمة وقبل كل هيدا الوضع الاقتصادي الصعب. ما في تعاطي إنساني مع المريض، يعني الناس عم بيروحوا الساعة 5 الصبح ناطرين تحت، عم بيسبقوا الضوء، عم بيسبقوا الضوء ليوصلوا لحتى يعيطوا لهم. انا قدامي اطلع انه انا مني مصابه، بس المرضى اللي موجودين او اهاليهم يعيطوا لهم سرطان، سكري، هيك يتعاطوا مع الناس. يعني كل هذه الفوضى، هذه الفوضى الموجوده اللا انسانيه من قبل الازمه بكثير، انا برايي في تعاطي غريب عجيب عم بيصير. انا ما قدرت، تحملت المشهد وقتها، ضوينا عليه وحكينا عليه بتحقيق على الجديد من سنوات كثيره. اليوم بتطلع بلاقي كل اللي عم بيحكوه معهم حق فيه. وين التغطية الصحية الشاملة يلي ما بتكلف قد ربع اللي تكلفناه تندعم الكاجو وأكل البسينات، مع احترامي للحيوانات؟ وين هو يلي ما كانت بتكلف شيء؟ وين التغطية الصحية الشاملة؟ ليه بدها تقعد تخبرني عن معاناتها رغم كل وجعها، رغم كل وضعها الصحي؟ وين التغطية الصحية الشاملة؟ خبروا للرئيس نبيه بري، مع احترامنا اذا بدك، خبروا للرئيس نبيه بري وقال له انه في اطباء منتحلين، انه او عم بيهددوني انحلت. ليش الرئيس نبيه بري ما بيعرف؟ ليش الرئيس نبيه بري لما كانوا عم بيحكوا دكتور بيطار، دكتور الله يرحمه، لما كان عم بيناضل منذ سنوات وسنوات ليقول بدنا نخفف الدواء، ليش ما كان يكتمل النصاب ويعطلوا الجلسه بالمجلس النيابي؟ كل هذه المواضيع من التشريع الى السلطه التنفيذيه الى السلطه القضائيه تشكوا من حاكم. ليش مين عم بيحاكم؟ 10% و20 و30% و90% من القضاة منيح، بس ال 10% اللي مش منيح متحكمين مفاصل الدولة، مفاصل القضاء. نعم. أنا مين؟ ما بدي أوصل، ما أنا بدي أوصل للقاضي. نعم. النزيه أسئلة مشروعة ليال بوموسى.